لو الحكاية فيها إن فيتو. كل سنة متفائلين ومصر كلها طيبة. الشعائر تمت امبارح بالليل كده من 6 لغاية الساعة بعد منتصف الليل. النهاردة احتفال برضو الولاد والشباب والكبار بيجوا الكنيسة فرحانين بيعيدوا مع بعض. النهاردة في شعائر بالليل لكن الشعائر والصلوات والقداس تم امبارح. طب حضرتك ممكن تكلمنا أكتر عن عيد القيامة؟ هو عيد القيامة هو عيد الانتصار. الانتصار الأخير على الشر. وانتصار السيد المسيح له المجد على الشيطان. فهذه بتبقى فرحة كبيرة اللي هو نقدر نسميه الأمل. إن كان الشيطان محاصرنا ولكن في عيد القيامة انتصرنا على الشيطان ومبقاش ليس له سلطان علينا فبنبدأ فرحة جديدة وحياة جديدة. حضرتك تحب تقول ايه النهارده في العيد للمصريين كلهم؟ اقول لكل المصريين كل سنه وانتم طيبين وربنا ما يحرمنيش منكم وربنا يخليكم وعايزكم كلنا نكون فكر واحد وقلب واحد ومحبه واحده اللي احنا متعودين عليها وان ما فيش شيطان يخش في نفسنا. خلاص الشيطان في عيد القيامه بنعتبر انه بالموت داس الموت والشيطان انكسر ملوش وجود في حياة الناس اللي فيهم محبة ربنا. طيب حضرتك ما كنتش متخوف مثلا من العمليات الإرهابية مثلا حاجة تحصل النهاردة؟ لا طبعا أنا مش متخوف ولكن أنا مطمن إن احنا الكل في إيد ربنا. وزائد إن الدنيا كلها عايزة شيء من الإيمان والرجاء. وبعدين عايز أقول حاجة من الأحداث اللي حصلت حتى الناس اللي صدر منها هذا الحدث أكيد صعب عليهم الناس اللي ماتوا بالأسباب. فأنا عايز أقول إن المصري مهما كان قلبه حنين ويعني حتى إذا كان أخطأ مرة مش عايز يكرر تاني. طب حضرتك شايف ممكن مصر تواجه الإرهاب في المرحلة دي إزاي؟ يا ريت يكون بالاحتواء والحب لان مفيش سلاح اقوى منه. لو انا حبيت هسامح، لو انا حبيت هتنازل، ولو انا حبيت هقدم هعطي. انت عارفه العطاء نابع عن الحب وانسان عطاء يعني معناها انسان وحب.